قام بها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر الشريف لقداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتهنئة بعيد القيامة المجيد الذي يحتفل به أقباط مصر يوم الأحد المقبل، في خطوة تؤكد على قوة ووحدة العلاقات بين عنصري الأمة. شعرنا بأننا بين أهلنا ومع إخوتنا، وإن شاء الله يعني هذا هو المعهود والمأمول والمنتظر من أقباط بقيادة الكنيسة ومن المسلمين بقيادة الأزهر. بتعمق تبادل الفكر، ولما نعرف بعض نحب بعض نتعاون مع بعض نوصل للوحدة الوطنية الحقيقية في النسيج الواحد، مش مجرد كلام لكن عملي. الدستور الإسلامي واضح لنا أن الإخوة الأقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا من حقوق ومن واجبات، فهذه الزيارة تأكيد لروح الإسلام الذين نستظل بظله، ولروح المسيحية التي أوحت إلى الحب والمحبة بين الناس جميعا. حالة من الود سادت المقابلة التي تبادل خلالها الطرفان الحديث عن الشؤون العامة في مصر وكيفية العمل كل في مؤسسته من أجل المرور بمصر إلى بر الأمان، من خلال العمل على نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي ينشر في المجتمع روح المحبة والتفاهم والوحدة. مروى الشبراوي، الحياة اليوم.